هذه المهرة التي لقبتها أنا شخصيا بأم المعارك بحكم موقع معركة حطين، وهي سميت حطين ليس بالعبث. تحياتنا لحطين ملكة الميادين، تصفيق حار حبايبنا لحطين، بنت خيزران وبريق جونيور ابن بريق الامال وميرابيلا خيزران بن كريم المجالي بنت المجالي ابن مالك ما شاء الله تبارك الله، بنت بطل الميادين صاحب الاطلالات والمنافسات والسباقات الامسيات الكبرى في عالم السباقات والميادين. هذه المهرة ملكية أخونا محمد أبو راس من علوط، المعلق الكبير في عالم السباقات والميادين محمد أبو راس بن علوط. شباب انتبهوا شوي، ما شاء الله عليك يا حطين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد